شهد دائر المرأة صباح اليوم حفل افتتاح المعرض الدولي لمستحضرات التجميل الذي نظمته شركة نانو للاستشارة التجميلية في تشاد بحضور عدد من مساعدي الشركة ومتخصصيها في هذا المجال. تقرير الزميلة منى حسن سكايا. إن جمال المرأة الطبيعية لا يحتاج إلى استعمال المواد الكيميائية ومستحضرات الجمال الزاهف والمصطنع يضر بصحة المرأة، بل يحتاج فقط إلى عناية طبيعية واستشارة من الأخصائيين في مجال التجميل. وعليه فقد عقد هذا المؤتمر الذي نظمته شركة نانو للاستشارات التجميلية في تشاد. فكنا سالون البنادو salon international en un produit en un cosmétique ou beauté ou شغل ده في الدار اخرين ناس بصو لكن في تشاد هو ما في ده عندنا علوم سوسيتي اجين انتربريز اجين اسمها نانو كوزميتيك ده في كيركي او قال ما لا ان كل نسو خما مش ده هلقى نشوف دار ناس ده في تشاد لان انتو بكان لي اوين ورجال وخلال هذا المؤتمر ناقش المؤتمرون مسائل تتعلق بأضرار استعمال المواد الكيميائية في التجميل ودعوة المرأة وإحاطتها بضرورة تجنب المواد الضارة وتؤخي الحذر منها. وبعد انتهاء المؤتمر قامت مديرة شركة نانو بقص الشريط المعرض الدولي للمستحضرات التجميل إيزانا بإطلاق نشاطات المؤسسة، وذلك لتبادل الثقافات والإبداعات التجميلية. ويتنافس في هذا المعرض عدد من الأخصائيين في التجميل بالمكونات الطبيعية، ويستمر هذا المعرض طيلة 3 أيام بدار المرأة الكائن بالدائرة 8. قامت مجموعة من الفنانين والمسرحيين بزيارة إلى مدينة كمرة حاضرة إقليم مندول لعقد سلسلة من المؤتمرات وتقديم الأنشطة المسرحية بهدف توعية أبناء المنطقة إلى ضبط النفس وتحكيم العقل عند نشوب الخلافات بين المزارعين والرعاة. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم عيسى الجدي وعدد من محبي المسرح والفنون. تقرير زميل آدم محمد شرفتي. بهذه الرقصات والألعاب الفلكلورية بدأ المهرجان الثقافي في دورته الرابعة بمدينة كمرة حاضرة إقليم مندولة، والذي تم تنظيمه من قبل مجموعة من الفنانين والمسرحيين الذين قدموا من أنجمينا إلى إقليم مندولة لإحياء هذا المهرجان الثقافي الذي دام 3 أيام على التوالي. تمحورت حول مواضيع نزوح الشباب من الريف إلى الحضر، إضافة إلى توعية أبناء المنطقة إلى محاربة زواج القاصرات والمشاكل الاجتماعية التي تدور بين الرعاة والمزارعين في المنطقة. رئيس اللجنة المنظمة للحفل أحمد آدم شكر المسؤولين بحضورهم لهذا المهرجان الثقافي، داعيا أبناء المنطقة إلى ضبط النفس وتحكيم العقل لتفادي خلافات المزارعين والرعاة. إيساء الجدي حكم إقليم مندولة في كلمته قدم شكره الخاص للوزير السابق حسن قيادوم الذي قام بتمويل هذه المجموعة لإقامة هذه الأنشطة الثقافية بمختلف أنواعها، مؤكدا بفضل هذه المجموعة المسرحية والثقافية ستجعل أبناء المنطقة تتوحد وتمضي إلى الأمام. وبعد ذلك قام أعضاء اللجنة المنظمة بأقضي مؤتمر النقاش تناول عدة محاور من جوانب المهرجان الثقافي، علما بأن المهرجان الثقافي أخذت طابعا إيجابيا بحيث شاركت فيها الفرقة الموسيقية إفريقيا ميلودي إلى جانب مشاركة الشباب بصورة فاعلة.